ايه اليوم حبيت اقدم لكم وجبت لكم وصفه رح تخلصكم من سواد الركاب والاكواع باذن الله. رح تخلصوا من سواد الركاب بطريقه كثير سهله او طريقه بسيطه. مكونات متوفرات باي بيت مثل ما عودتكم دائما، مكونات كثير سهله وراح تعجبكم كثير. مثل ما انتم شايفين في عندي هون ملعقه كبيره من النشا، وفي عندي هون ملعقه عندي هون عصير ليمونه، احنا راح نستخدم نصها باذن الله. راح اول شيء طريقه التحضير، راح نضيف النشا وراح نصير نضيف عليه عصير الليمون بشكل تدريجي. بنضل نضيف في نفس هذا الشكل لنحصل على العجينة اللي بدنا اياها. هاي مثل ما انتم شايفين العجينة راح تكون عجينة، راح تكون العجينة معكم نفس هيك، راح تطلع وراح تدهنوها على الركب باذن الله، راح تعطيكم نتائج كثير كثير حلوة. ولو حابين تحصلوا على نتائج افضل اعمل العجينة تكون تكون ثقيلة مش رخوة، وعشان تعطيكم نتائج مضمونة 100%. طريقة استعمال هاي الوصفة كثير سهلة، مثل ما انتم شايفين هاي الخليط صار جاهز عندنا، بندهنه على الركب والاكواع لمدة بندهنه بشكل دائري، بندهنه عليه لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة اغسلوا المنطقة وباذن الله استمروا على هاي الوصفة بشكل يومي او يوم بعد يوم راح تخلصوا من سواد الاكواع باذن الله. وما تنسوا تدعموني بلايك وتضغطوا على الزر الاحمر الموجود باسفل القناة، لما تضغطوا عليه اكبسوا على الجرس وكل اشعار جديد راح انشره راح يوصلكم. شكرا لكم كثير.